بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة لعلاج المسام الواسعة. في ناس كتيرة جدا بتعاني من مشكلة المسام الواسعة وبتبقى عايزة تتخلص منها. جايبة لكم النهاردة ان شاء الله وصفة سهلة وبسيطة وبمكونات بسيطة جدا، وهتخلصك خالص من المشكلة دي. بس اهم حاجة لازم تداومي على الماسك عشان تاخدي نتيجة افضل. اول مكون معانا ان شاء الله النهاردة يا بنات هو باكت الشاي الاخضر. زي ما احنا شايفين كده، ده باكت شاي اخضر، هاخده افضيه هنا في البولة، يعني حوالي معلقة من الشاي الاخضر. طبعا عارفين ان الشاي الاخضر بيفتح البشرة وكمان بيعالج التجاعيد وكمان بيعالج حب الشباب. هاخد بعد كده معلقة من النشا. طبعا النشا دي يعني بجد يا بنات وهم في علاج المسام الواسعة. هناخد معلقة من النشا او الماي زينة او الكورن فلاور، عشان في ناس بتسألني يعني ايه نشا. تمام كده. طيب هضيف لهم ايه بعد كده؟ هضيف لهم ميه ورده او ماء الزهر وهنقلبهم مع بعض. طبعا الكميه على حسب ما الماسك هيحتاج. ادي معلقه اتنين، وهقلبهم لو احتاجنا ان شاء الله هضيف تاني. نفضل نقلب كده لحد ما يندمجوا تماما مع بعض. خلاص يا بنات انا قلبتهم مع بعض لحد ما وصلت للقوام ده. انا عايزه القوام يا بنات يبقى سايب شويه، ما يبقاش متماسك، علشان النشا يعني ايه لو زودتيها شويه هتمسك والماسك مش هتعرفي تعمليه. فزي ما احنا شايفين كده انا عايزه القوام ده عشان يقدر افرده على بشرتي. هنستخدمه ازاي؟ طبعا تغسلي بشرتك كويس بميه دافيه علشان تفتحي المسام، وهتاخدي من الماسك ده وتدهني بيه البشره وتسيبيها حوالي تلت ساعه، وبعد كده على طول تغسليها بميه دافيه. ولو عندك مكعبات تلج لازم تمشي على بشرتك مكعبات التلج، وياريت تكون مكعبات مية ورد لانها حلوة جدا جدا للبشرة. وبعد كده رطبي بالكريم المرطب بتاعك. بتستخدمي الوصفة دي يوم بعد يوم، ان شاء الله تديكي نتائج حلوة جدا في غلق المسام، وهتفتح البشرة وهتشد البشرة وهتعالج التجاعيد كمان. الماسك ده حلو جدا، جربوه وان شاء الله هتشوفوا نتائج حلوة. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتشيري لصاحباتك عشان يستفيدوا منه، ولو كنت اول مرة تشوفيني اعملي اشتراك للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.